التسريبات أصبحت أخبارا، والتكهنات أصبحت حقائق، والمصادر لم تعد مجهلة. 3 أسابيع استغرقتها جريمة الاغتيال من الغموض إلى الانكشاف، حيث صار الجاني معلوما من الحقائق بالضرورة، ولم يتبقى سوى مثوله أمام العدالة. مشاهدين الكرام، أهلا بكم في المسائية وتغطية متواصلة لتطورات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. ونتابع مشاهدينا ضمن هذه التغطية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن حادث اغتيال خاشقجي كان مدبرا، ويطالب بمحاسبة المتورطين فيه من أدنى السلم إلى أعلاه، مقترحا تسليم الرياض المتهمين 18 لمحاكمتهم في أنقرة. بيد قوات الأمن التركية والاستخباراتية أدلة بأن هذه الجريمة تم ارتكابها بتخطيط واسع النطاق، ومع التعمق بالتحقيقات يتم الحصول على تفاصيل أخرى. ونتابع ضمن فقراتنا ردود الفعل على كلمة أردوغان داخل تركيا وخارجها. حزب الشعب المعارض ينتقدها بشدة، وبريطانيا تقول إن العالم ما زال ينتظر الأجوبة بشأن مقتل خاشقجي. أنا واثقة من أن البرلمان بكامله سينضم إلي للتنديد بقتل جمال خاشقجي وبأشد العبارات. علينا الوصول إلى حقيقة ما حصل، وإلى جانبي وزير الخارجية الذي سيصدر موقفا رسميا قريبا. ومجلس الوزراء السعودي يؤكد محاسبة كافة المقصرين في مقتل خاشقجي، ويتعهد باتخاذ إجراءات تصحيحية وعدم الوقوف عند المسؤولين المباشرين عن الحادث. التوجهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن صفقة عرضها الأمير خالد الفيصل على أردوغان، تشمل رفع الحصار عن قطر وحزمة استثمارات سعودية مقابل احتواء أزمة خاشقجي، وتقول إن أردوغان رفضها ووصفها بالرشوة السياسية. وفي المسائية أيضا، صحيفة صباح التركية تشير إلى دور للملحق العسكري السعودي في اسطنبول في اغتيال خاشقجي. ووكالة رويترز للأنباء تنشر تقريرا يؤكد أن سعود القحطاني المستشار السياسي لولي العهد السعودي تواصل عبر سكايب مع المتهم ماهر مطرب خلال استجواب خاشقجي داخل القنصلية، وأنه طالب الفريق السعودي بإحضار رأس خاشقجي إلى المملكة بعد توجيه إهانات إليه. المواطن الحر هو أفضل للدولة وأصدق للدولة من المواطن المطيع خوفا ورغبة، فكل ما نقوله هو محبة في الوطن وليس ضد الوطن. الديمقراطية هي الحل لهذه الجمهوريات البائسة. حادث اغتيال خاشقجي كان مدبرا، يجب محاسبة المتورطين فيه من أدنى السلم إلى أعلى، وتحميل المسؤولية لرجال مخابرات وأمن ليس مطمئنا، بالإضافة إلى مناشدة الرياض تسليم المتهمين لمحاكمتهم في أنقرة. كان هذا من أبرز ما حملته كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سير التحقيقات في قضية خاشقجي، الكلمة التي ألقاها أردوغان أمام اجتماع لكتلته البرلمانية صباح اليوم، اعتبر البعض أنها لم تكن على نفس مستوى ترقبها والمتوقع منها، في حين عدها آخرون هادئة تكشف نتائج التحقيقات وتحمل مضامين سياسية في آن واحد. والسؤال، ما الذي كشفت عنه كلمة أردوغان اليوم في قضية خاشقجي؟ الأسئلة أم الإجابات؟ ترقب كثيرون أن يكون خطاب الإجابات، فإذا به خطاب الأسئلة. إذن فالمفاجأة اللامفاجأة.
وسط متابعة عالمية واسعة، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة اليوم عن الرواية التركية الرسمية لجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول. نسف أردوغان في كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الرواية السعودية، إذ شدد على أن تركيا تمتلك الأدلة على أن الاغتيال الوحشي كان مدبرا. قدم أردوغان قائمة أسئلة طالب السلطات السعودية بالإجابة عنها: لماذا تجمع المتهمون 15 في اسطنبول ليلة الحادث وبتعليمات من؟ لماذا فتحت السعودية مبنى القنصلية للتحقيق بعد مرور أيام عديدة على الحادث؟ لماذا أدلى مسؤولون سعوديون بتصريحات متناقضة عن جريمة القتل؟ لماذا لم يتم الكشف عن جثمان خاشقجي حتى الآن؟ من هو المتعهد المحلي الذي تم تسليمه الجثمان؟ لم تخلو الكلمة من جديد. ناشد الرئيس التركي الملك سلمان بمحاكمة المتهمين 18 باسطنبول، كما فتح الباب لإجراء تحقيق لبحث ضلوع شركاء ودول أخرى في الجريمة. لم تخلو الكلمة أيضا من إشارات ذات دلالة، إذ تعمد أردوغان تجاهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما طالب السلطات السعودية بالكشف عن المتورطين من أسفل السلم إلى أعلاه، مضيفا إن إلقاء اللوم على بعض رجال الأمن والمخابرات لن يكون مطمئنا لنا وللمجتمع الدولي. إذا تأهب كثيرون لنهاية مسلسل اغتيال خاشقجي المأساوي اليوم، والذي استمرت حلقاته 3 أسابيع، فإذا بهم أمام نهاية مفتوحة لجزء أول اختلطت فيه التسريبات الإعلامية برواية سعودية متضاربة ثبت كذبها، ليبدأ فصل جديد من المتوقع ألا يقل إثارة قانونيا وسياسيا. هذا وقد أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو أن بلاده مستعدة للتعاون مع أي جهة دولية في حال فتح تحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف أوغلو أن بلاده لم تتشارك الأدلة التي بأيديها مع أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن تركيا فعلت كل شيء بحكمة ومنطق وشفافية من أجل كشف ملابسات الجريمة، وأنها ستواصل عمل ذلك. التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام التركي في اسطنبول مستقلة تماما عن التحقيقات المشتركة مع السعوديين. طبعا يمكن تشارك بعض المعلومات والأدلة بهذا الخصوص معهم والاستشارة معهم في حالة هناك حالة تفتيش أو ما شابه، ولكن بالتأكيد لا يوجد أي شخص من الطرف السعودي أو أي مدعي عام أو خبير سعودي ضمن التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام التركي باسطنبول. يمكن فقط أن يتم التعامل مع السعوديين أو تشارك معلومات معهم إذا رأى المدعي العام التركي ضرورة لذلك وفي إطار قانوني. في حين أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن قلقه الشديد حيال تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن التخطيط المسبق لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقال هانت في تغريدة على موقع تويتر: أثار قلقنا بشدة سماعنا للرئيس أردوغان وهو يصف مقتل خاشقجي بالعمل المخطط له مسبقا، مضيفا: العالم لا يزال ينتظر أجوبة حول قضية خاشقجي. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قال إن تصريحات الرئيس أردوغان هذا الصباح تبرز حقيقة أن الأسئلة المطروحة لا يمكن الرد عليها إلا من قبل السعوديين، وما زالت هناك أسئلة إضافية تتعلق بمقتل خاشقجي. في حين توعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم الثلاثاء بالرد عن ما أسماه الجريمة الوحشية بحق الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصف الحادث بأنها هجوم على الصحافة الحرة والمستقلة. وقال بينس إن الوقائع التي سردها الرئيس التركي أردوغان حول خاشقجي تعزز عزم إدارتنا على معرفة ما حدث هناك، مضيفا أن ما ذكره أردوغان بأن هذا القتل الوحشي كان متعمدا ومدبرا له بشكل مسبق، يتعارض كذلك مع التأكيدات السابقة التي قدمها النظام السعودي. وأضاف
العالم يراقب والشعب الأمريكي يريد إجابات، وسنطالب بمحاسبة أولئك المسؤولين عن هذا العمل الهمجي. وصلت إلى تركيا صباح اليوم مديرة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جينا هاسبل للنظر في سير التحقيقات الجارية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول. تأتي زيارة هاسبل فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين وغربيين أمس أن الأتراك قدموا للأمريكيين والغربيين روايات شفهية للأدلة التي يقولون إنهم حصلوا عليها والتي توثق مصير خاشقجي. وقال مصدر أمني أوروبي إن المعلومات التي قدمتها تركيا شفهيا تفصيلية للغاية وإنهم يبدون واثقين. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول زميلي حسام يحيى موفد الجزيرة مباشر. حسام أحييك، وإذا كانت لديك أي اطلاع على ردود الأفعال داخل تركيا فيما يخص خطاب الرئيس التركي أردوغان اليوم، فما هي؟ أحمد، قبل أن نتحدث عن ردود الفعل، منذ قليل وصلت سيارة دبلوماسية سعودية إلى القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول، كانت تقل مسؤولين في القنصلية كانوا يشاركون في عملية تفتيش السيارة الدبلوماسية التي عثر عليها أمس، ولم يسمح الجانب السعودي بتفتيشها أمس، ولكنها فتشت اليوم وعثر بداخلها على حقيبتين. أحد هذه الحقائب أو إحدى هذه الحقائب كانت بها أغراض لجمال خاشقجي كما تتحدث المصادر التركية، لكن لم يتسنى لنا بعد التأكد من صحة هذه الرواية بالتأكيد. أيضا أحمد، هذه السيارة التي فتشت اليوم كما تحدثنا أمس، فإن سيارة أخرى أخذت منها غرضا ما منذ 14 يوم في بداية وصولها إلى هذا المرآب. إذن وصل الوفد السعودي منذ قليل الذي كان يشارك في هذه العملية، عملية التفتيش، مع التأكيد أحمد أن أيضا قوات الأمن وقوات البحث عن الأدلة الجنائية التركية استخدمت مواد كيميائية للعثور على أثار بصمات ودماء، ولا نعلم هل وجدوا شيئا أم لا. بخصوص رد الفعل أحمد وردود الفعل على خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم أمام كتلته البرلمانية، هناك أيضا كانت اجتماعات أخرى لأحزاب المعارضة داخل البرلمان في أنقرة. حزب الشعب أيضا يعني هاجم الرئيس رجب طيب أردوغان وقال إن الخطاب لم يكن كافيا وإن الخطوات التركية حتى هذه اللحظة لم تكن على قدر المسؤولية، وإنها تسمح للسعوديين باستخدام أراضي تركية في عمليات تصفية واغتيالات لمعارضين. أيضا حزب الصالح، تحدث رئيس الحزب في حواره أمام كتلته البرلمانية، وقالت رئيسة الحزب إن ما يحدث في تركيا من استخدام السعوديين لها كفناء وكحديقة خلفية يستخدمونها في عمليات الاغتيال والتصفيات هو أمر مرفوض، وطالبت الرئيس التركي باتخاذ أقصى درجات الحزم والحسم مع القتلة الحقيقيين. حزب الحركة القومية أيضا المعروف بتحالفه مع حزب العدالة والتنمية أشار رئيسه اليوم في الصباح قبل خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان إن عملية القتل التي تمت داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول هي عملية غدر وعملية قتل علنا وغدرا بحسب وصفه، وطالب أيضا الرئيس التركي باتخاذ إجراءات أقصى وعقوبات ضد القتلة الحقيقيين، وأشار أن القاتل ومن أعطى الأمر هو محمد بن سلمان، واستغرب في تصريحه عدم وجود محمد بن سلمان في هذه القائمة التي تضم أسماء القتلة. حسام، فيما يخص ردود الأفعال، بالتأكيد أنت تابعت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، ما بين محبط مما كان يتوقعه ولم يدلي به الرئيس التركي، وما بين من كان يرى أن الرجل ما زال يضع المملكة العربية السعودية في الزاوية، هل هذه ردود الأفعال المختلفة كانت لديك أيضا في اسطنبول بشكل أو بآخر؟ أحمد،
أحمد، الرأي العام التركي يهتم كثيرا بهذه القضية في الواقع. المواطن التركي يعرف الآن سائق التاكسي وأيضا المارة والباعة، الجميع يتابعون هذه القضية، هو خبر أول في الجرائد وكذلك هو خبر أول في معظم القنوات التركية المحلية. ولذلك من قابلناهم اليوم البعض منهم يستغربون من رد الرئيس التركي، كانوا يتوقعون تصريحات أكثر، معلومات أكثر، وكانوا يتوقعون اتهاما بشكل أوضح للمملكة العربية السعودية. لكن يعني هناك حالة رضا ربما بين الصحفيين الذين قالوا إن هذه هي الواقعية السياسية، وإن الرئيس أردوغان اليوم تحدث بأول رواية رسمية تركية، وأنه ربما وضع كما قلت أحمد السعودية في الزاوية عندما رفض الرواية التي تحدثت عن موت أردوغان داخل، أو موت عندما تحدثت عن موت جمال خاشقجي داخل القنصلية نتيجة مشاجرة، وقال إنها كانت عملية قتل، وأضاف أيضا أنها عملية قتل مدبرة سلفا طبقا لما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان، وأرفق دليلا بأن أحد الموظفين وهو الملحق العسكري داخل القنصلية السعودية ذهب إلى غابة بلغراد وإلى ولاية يلوى المقابلة لولاية اسطنبول على بحر مرمرة، وعاين بعض الأماكن قبل إخفاء أجزاء من جسد جمال خاشقجي فيها بعد الانتهاء من عملية القتل، وهذا دليل أنها كانت عملية قتل مدبرة سلفا ولم تكن عملية موت نتيجة الخطأ كما يقول الجانب السعودي. هذا ربما أبرز نقطة قالها الرئيس رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى النقطة الأخرى التي طالب فيها السعوديين بتسليم القتلة إلى إسطنبول وإلى أنقرة لمحاكمتهم هنا، وهذا ربما يأتي ردا على تصريح وزير العدل السعودي الذي قال إن القتلة السعوديين أو المتهمين السعوديين سيحاكمون في الرياض، لأن الجريمة حدثت في القنصلية السعودية وأنها أراضي سعودية وليست أراضي تركية. فجاء الرد التركي اليوم عبر الرئيس رجب طيب أردوغان بمطالبة كمطالبة لأول مرة من الجانب التركي، مطالبة السعودية بتسليم القتلة إلى أنقرة لمحاكمتهم على الأراضي التركية. سام يحيى، مفدى الجزيرة مباشر، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من أمام مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. وأبدأ مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون والمحلل في مركز الجزيرة للدراسات. دكتور رحب بك معنا. ابتداء، ما الذي قدمه اليوم أردوغان في خطابه؟ هل قدم إجابات أم قدم أسئلة؟ أعتقد أن أردوغان وضع قضية خاشقجي في منحى براغماتي في المسار الجنائي التحقيقي الأمني، لكنه لم يقدم نفس البراغماتية في المسار السياسي الدبلوماسي. لاحظنا أن بمعنى أنه أكد ما كانت قد نحت إليه أغلب التسريبات إلى وسائل الإعلام التركية، وأضاف عليها أنه لم يكن هناك فريقان بل كانت هناك ثلاث فرق من الأشخاص السعوديين الذين جاءوا يوم الأول من أكتوبر عشية ودخولهم إلى القنصلية وقتل خاشقجي. أضاف أيضا عنصر أساسي الآن في المعركة القضائية، وهي أنه يطالب السعودية بأن تكون محاكمة الأشخاص الثمانية عشر في أنقرة واسطنبول وليس في السعودية، وهنا فتح الباب على سجال طويل سيبقى معنا لفترة طويلة. بأي سيادة نعتد؟ هل السيادة السعودية داخل القنصلية أم السيادة التركية؟ أن الجريمة في أراضي تركية. من الناحية السياسية طبعا العالم كان يترقب ربما توقعات أكثر، أنه ربما قد يشير بأصبع الاتهام إلى شخص محدد أو أنه يحمل البلاط بشكل مباشر هذه المسؤولية، لكن ما فعله هو أنه حاول أن يحث همة و يعني كبرياء الملك سلمان على أساس أن يعيد النظر في التعامل مع هذه الأزمة. لم يذكر أي شخص باستثناء الملك. بالمناسبة هذه نقطة كانت لافتة ومهمة. نعم. لم يتحدث إلى أي أحد في المملكة العربية السعودية إلا للملك سلمان. بدا أنه يعني وضعه في مكان خادم الحرمين الشريفين أكثر. نعم. من مرة. نعم. هل هذا معناه أنه بشكل أو بآخر يوجه سهام الاتهام ولو حتى بدون صراحة وضوح إلى محمد بن سلمان؟ لا يبدو أنه يعني أنه يوجه أصبع الاتهام بقدر ما يتمنى ويحث الملك سلمان على أن
يمسك بزمام المبادرة، بزمام الملكية الآن في السعودية، وإذا كانت هناك أخطاء فهو الذي سيصححها، فهو يترقب من الملك أن يحسم هذا السؤال العريض، وينبغي على الملك سلمان الآن أن يكون في مستوى مسؤوليته، لأنه في نهاية المطاف كل العالم يتهم محمد بن سلمان، ومحمد بن سلمان هو ابنه وولي عهده وهو الملك المقبل إلى البلاط السعودي. فأعتقد أردوغان كان استراتيجيا، كان دبلوماسيا بامتياز لكي لا يحرج الرياض، ولكن يحملهم المسؤولية بطريقة ناعمة، بطريقة هادئة، بمعنى أن على الملك سلمان أن يعيد قراءة ما حدث خلال الأسابيع الثلاثة، ويبقى يحترمه كخادم الحرمين الشريفين، ودون الدخول في نوع من السجالات السلبية، بمعنى ليست الآن النقاش حول المسؤولية بقدر أن يترقب من الملك سلمان أن يتحمل المسؤولية بطريقته. دكتور، كيف قرأت عبارة أردوغان عندما يقول أنه يجب أن يحاسب الجميع من أدنى السلم إلى أعلى؟ هو الآن تمسك بالمسار القانوني الجنائي، ويبدو أنه سيصر على هذا المطلب حتى آخر نفس، ولن يتوقف في مطالبة السعوديين ليس فقط بمحاكمة هؤلاء بمن فيهم الشخص الذي أعطى الضوء الأخضر أو أمر حتى لو كان محمد بن سلمان لم يقول هذا صراحة، لكن ضمني. لكن أيضا، وهنا أعتقد أين يرتفع سلم أردوغان، ليس فقط أن تشكل السعودية فريق للتحقيق أو أن تجري محاكمة لهؤلاء، لكن يريد أن تكون المحاكمة في إسطنبول، بمعنى الاعتداد بالسيادة التركية. أعتقد الآن هو يضغط، ويضغط بطريقة أنه لن يتسهل في هذا الجانب. في نفس الوقت هو أيضا يستحضر انتباه الأوروبيين والأمريكيين وبقية الرأي العام العالمي بأنه يريد أن يقدم تركيا الآن، تركيا أردوغان، على أنها دولة المؤسسات، دولة فصل السلط، دولة القانون، ودولة إنزال العقاب بمن قتل خاشقجي. فهناك عدة استثمارات على عدة مستويات، وأيضا في مختلف الاتجاهات. طيب، يعني مشاهدينا الكرام، طبعا نحن نتحدث عن حدث اليوم، في الخلفية هو رجب طيب أردوغان الرئيس التركي. البعض يتحدث على أن الرجل ما زال يلف الحبل حول عنق من أمر بقتل جمال خاشقجي. هل هذا صحيح؟ البعض يراها حكمة وروية، وأن الرجل بهدوء شديد وكأنه ينسج مسلسل تركي من 300 حلقة في إطار هذه العملية. أعتقد أنه أن أردوغان اليوم بدأ بمن لا يريد أن يستخدم كافة أوراقه دفعة واحدة، أو أن يضع كل البيض في سلة واحدة. لاحظنا أنه لأول مرة الآن، على خلاف، وكنت معكم في يوم خطابه في المؤتمر السنوي لحزب العدالة والتنمية، وفوجئنا أنه لم يهتم بالموضوع إلا لماما في آخر، يعني عند لقاء الصحفيين ما بعد المؤتمر. صحيح. فهو لم يعر قضية خاشقجي ما كانت تستحق وما كنا نترقب، لكن اليوم ظهر وأنه يبني خطابه بطريقة زعيم تركيا الذي يستطيع بنفس الواقع أو نفس النازلة أن يحقق أكثر من مكسب. ولاحظنا كيف أنه قدم حتى قبل ما وصل إلى موضوع خاشقجي، كيف قدم تركيا واتصالاته وجولاته الآن، ثم بدأ بشكل كأنه المحقق العام أو النائب العام، يعني ذاكرته ومخيلته جمعت التواريخ والأرقام والأمكنة والكرونولوجيا أو التايم لاين، الأحداث كلها بطريقة دقيقة. هنا يظهر أنه كان ضليعا وكان يتابع الأمور ساعة بساعة، يعني ليس شخص كان يسمع حصيلة النقاشات في آخر اليوم أو في آخر الأسبوع. من ناحية أخرى، بدأ أيضا أنه يريد أن يجعل من هذه المعركة، معركة خاشقجي، على المستوى القضائي أن تكون أيضا معركة سياسية بطريقته، على أساس أنه
يرفع هذه أو يزيد في الضغوط على السعودية سياسيا وقانونيا. في هذه النقطة القانونية دعنا نشرك معنا ضيف آخر ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن، السيد سعد جبار الخبير في القانون الدولي. سيد جبار أرحب بك معنا. اليوم كان يعني طالب أو ناشد الرئيس التركي أردوغان خادم الحرمين الشريفين أن يسلم له أو المتهمين 18 لمحاكمتهم على الأراضي التركية كما حدثت جريمة القتل على الأراضي التركية. من ناحية القانون الدولي هل هذا الطلب منطقي وعادل سيد جبار أم لا؟ هو من الناحية القانونية صحيح أنه يمكن أن يطالب أن يحاكم أو يحقق مع المجرمين أو المشتبه فيهم بالأراضي التركية، لكنه في نفس الوقت أي تحقيق ذو مصداقية وأي محاكمة ذات مصداقية يجب أن تكون ذات صبغة دولية، يجب أن تخرج من العلاقات الثنائية ومن أيدي الحكومات ذات المصلحة. هذا هو المتبع. إذا كنا نصدق أو نريد فعلا أن نحقق العدالة ونبتعد عن الحساسيات السياسية والمنافع السياسية الاقتصادية والسياسية، من واجب المجتمع الدولي من هذه جريمة دولية وجريمة شنعة وجريمة تعتبر جريمة بكل المواصفات جريمة عظمى، وعليه عن المجتمع الدولي أن يصر على إجراء تحقيق دولي شامل من قبل جهة مستقلة لا تتبع لا لتركيا ولا تتبع للسعودية وكذلك بالنسبة للمحاكم. طيب اسمح لي دكتور في هذه النقطة، لأن البعض يقول أن الأمر لو تحول إلى صبغة دولية هذا من الممكن أن ينهي الموضوع برمته. ما رأيناه مثلا في اللجنة الدولية التي شكلت على خلفية مقتل رئيس وزراء لبنان السابق الحريري، يعني بعد سنوات طويلة ولم تنتهي بالشكل الذي كان يريده البعض. هذا يمكن من ناحية المنطقية الظاهرية أنه صحيح، لكنه من حيث تحديد الصلاحيات لأي لجنة دولية لجنة تحقيق دولية أن تنظر في الموضوع بشكل مستقل، وكذلك بالنسبة للمحاكمة أن تتم بشكل مستقل. شاهدنا محاكمات جارت من قبل محاكم خاصة وكانت فعالة. بالنسبة للحريري هذا موضوع آخر، الحريري لم نعرف من قتله بالضبط. بالنسبة للجريمة التي تمت داخل القنصلية فهي جريمة معروفة من كان من ورائها الفاعلون، والأهم من ذلك أي محكمة تركية أو سعودية لن تذهب بعيد، لأن من أمر بهذه العملية ومن وجه بها هذا هو بيت القصيد. أنا نعرف 18 الذين أتوا إلى القنصلية بالصور وبالأسماء، وعليه يجب إخراج هذا الموضوع من الاختصاص المحلي الاختصاص الدولي. طيب في حالة أنه خرج للاختصاص الدولي من سيحوز المتهمين في هذه القضية؟ سيكونون في عهدة من؟ سعودية، تركيا أم جهة دولية؟ يمكن لتركيا أن تطلب ذلك من خلال مجلس الأمن، ومجلس الأمن يشكل أو يأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا من اختصاص مجلس الأمن بشكل استثنائي. وكذلك إن لم يكن ذلك، إن ترامب في بداية الأمر حدد باستعمال الفيتو ضد أي مواجهة ضد السعودية، إن لم يتم ذلك فيمكن إحالة الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن لم يتم ذلك فإن هناك وسائل وطرق أخرى لملاحقة المجرمين ومن أمر بهذه الجريمة، لأنه من الصعب جدا التفكير أو التصديق أن عملية كهذه تمت بدون توجيهات عليا من القيادة السعودية. بس دكتور اسمح لي، يعني لم نرى أبدا أن هناك رجل في ما زال في الحكم او يتمتع مثلا بما يتمتع به ولي العهد السعودي، اذا يعني ثبتت روايه انه هو مسؤول، هو من امر بعمليه القتل، ان يحاسب يعني امام القانون الدولي الا في حالات يعني قليله جدا. المهم ان تلاحق هذه التهمه
المسؤولين ومن يشتبه في أنهم مسؤولين، لأنه من السهل إحالة 18 أمام المحاكم السعودية وحتى تجريم هؤلاء، لكن الجميع يعلم أن الذين وجهوا أو أنه لا يمكن تصور توجيه هذه العملية بدون المصادقة والأمر من أكبر رجال الدولة في الحكومة السعودية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد سعد الجبار الخبير في القانون الدولي، كنت معي عبر الهاتف من لندن. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف أيضا من لندن السيد محمد أو الدكتور محمد المسعري المعارض السعودي. دكتور مسعري أرحب بك معنا. دكتور مسعري بالطبع هو أيضا الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي. كيف استمعت لكلمة أردوغان اليوم؟ هي كانت مفاجأة، لكن أردوغان هو معروف بطل المفاجآت، هو عادة يتصرف في طريقة تفاجئ الأطراف المختلفة. أنا في طريق عندما كنت ذاهب للإذاعة، وقلت اليوم في الصباح في الإذاعة الإنجليزية الجزيرة الإنجليزية، كنت أسأل نفسي هل سيتحول أردوغان إلى مثل مدعي عام ويذكر تفاصيل والفيديو الفلاني وكذا، هذه تبدو بعيدة، فكنت أتوقع أن يحصل شيء ما. أعتقد خطاب أردوغان ضربة سياسية، ضربة معلم. أول شيء ذكر أمور تبدو هامشية في أول أمر، بأنهم رصدوا تحركات سعوديين جاءوا بعد ذهاب خاشقجي المرة الأولى، وجاءوا وتجولوا في الغابات، وهذا التجول من الأتراك المقصود به ليس فقط البيان أن هناك جريمة قتل مع سبق الإصلاع وترصد، لأن من يتجول في غابات وحدائق يبحث عن مكان للدفن، فهناك جريمة يعد لها مقررة ومقطوع بها. ليس فقط هذا، بل لك حتى يعلم السعودية والإمارات والمعادين لتركيا من منطقة أمر في الانقلاب بأنه على الأقل من الانقلاب نحن نراقب جميع تحركاتكم، وهذه أيضا رسالة الأمريكان وغيرهم، ترى لا أظن أن نحن غافلين عنكم، نحن نراقب تحركاتكم. هذه رسالة أولى. رسالة ثانية، لم يذكر أسماء أشخاص في الواقع باستثناء خادم الحرمين وأعلن ثقته به من باب الإحراج، وقد يكون فعلا خادم الحرمين ليس له علاقة، لأن الرجل شبه عاجز ومتفرغ للعب الورق. فخاطبه كخادم الحرمين الشريفين، وخاطبه بطريقة يقول الكرة في مرماك الآن، انقذ البلاد وانقذ الحرمين قبل التحول إلى حرب أهلية، يعني قم بالعمل الصحيح. العمل الصحيح الذي يريده أردوغان، وهو الذي لابد أن يحصل إذا كانوا يريدون إنقاذ الملك، هو أن يتم عزل محمد بن سلمان وحتى عرضه للمحاسبة القانونية بطريقة أخرى. سنأتي المسألة الدولية والمحاكمة السابقة لأوانها بحيث تكشف الحقائق التي يعرفها أردوغان. وذكر تاريخ مكالمته للرئيس ترامب يوم 21 أكتوبر، ولم يذكر إرساله للأشرطة لترامب من ثاني يوم، والأشرطة التي وقعت في أيديهم من اليوم الثاني، وكانوا يعلمون عن حقيقة ما جرى والتخطيط وإلى آخره، وترامب اطلع عليها، فكان مثل رسالة ترامب أنت مدان، وكل أكاذيبة التي ترددها ولهابة يمنة ونصرة ويمين ويسار وكل هذه لن يجد عنك شيء، اضغط على السعودية وحل لنا هذه الإشكالية. فهو إذن ما عرضه عليه السعوديون من الأموال الطائلة ومن رفع الحصار عن قطر سيحصل لا محالة، هذا حاصل لا محالة، لا مهرب منه، شاءوا أم أبوا، هذه قضية محسومة فسيحصل عليها على كل حال، ما في داعي نور شبهة أن يقال أنه أراد رشوته. هذا تصرف غبي من السعوديين، هم متورطون في أمر ذو حجم دولي كبير جدا لا يستطيعون يخرجوا منه إلا فيما أعتقد إن كان هناك مخرجين. المخرج الأول، وهذا الذي أرجحه، محمد بن سلمان سيتخلص من أبيه ويعلن نفسه أمريكا ويقاوم، وحين يوجد حصار دولي ولعنة دولية شاملة وإلى آخره وإشكالات لا نهاية لها، وربما تحرك الجهات الدولية المختلفة مثل الدولة العميقة في أمريكا رجله محمد بن نايف، فقد يعملون على استخراجه، يرسلوا فرقة مظليين يخطفونه ويبدأ حرب ضد محمد بن سلمان تصبح حرب أهلية. الحل مخرج من الحرب الأهلية أنا لا أرى إلا مخرجا واحدا، وهذا يكون في مصلحة بلاد الحرمين ويقلل سفك الدماء، أن يعزل سلمان نفسه ويخيل ولده كذلك العزل، ويذهب ينادى بن عبد العزيز ملكا ومحمد بن نايف ولي العهد، ويعلن هذا الرجل أنه سيبدأ ملكية دستورية ويدعو إلى مجلس دستوري لسن نظام دستوري. هذا الطريقة الوحيدة، الباقي سيتقاتل الأمراء وسيتلامحون. دكتور، يعني أعتقد ما ذكرته هناك فيه كثير من التفاصيل يعني نريد أن نتناقش فيها، فأرجو أن تبقى معي، لكن دعوني أذهب إلى ضيف آخر ينضم إلينا عبر سكايب من نيويورك، الدكتورة داليا فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة لونغ آيلاند. دكتورة أرحب بك معنا.
بالأمس سمعنا أن رئيسة الاستخبارات مديرة الاستخبارات الأمريكية CIA وصلت إلى أنقرة. هل تعتقدين أنه هناك ضغوط أمريكية مورست على أردوغان جعلته اليوم لا يبوح بكل ما لديه فيما يخص مقتل خاشقجي؟ أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه. ما سمعنا أردوغان يقوله أو ما يفعله هو أنه لا يريد الإفصاح أو الكشف عن كل المعلومات. الصوت لا يصل إلى المترجم بشكل واضح. إذن هنالك كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والمرتبطة بحادث مقتل خاشقجي. على ما يبدو أن هنالك ضغوطات دولية عفوا الصوت يصل متقطع. إذن اليوم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ذكر بأن عقوبات ربما تفرض على إذن هناك الكثير من الأمور غير الواضحة في الوقت الحالي. دكتورة أرجو أن ترفعي من صوتك قليلا حتى نستطيع يعني الاستماع إليه بشكل جيد. دعني أسألك مرة أخرى، فكرة التغير الذي نستمع إليه في ما يخص الرئيس ترامب، يثق في البداية في التحقيقات السعودية ثم يقول بعد ذلك أن الروايات السعودية غير مقنعة بالنسبة له. النهاردة مايك بنس نرى أنه يعني يتحرك خطوة للأمام فيما يخص نقد المملكة العربية السعودية في هذا السياق. تعتقدين إلى أين سيذهب ترامب وإدارته في هذه النقطة إذا ثبت بما لا يدع مجال للشك أن محمد بن سلمان شارك في هذه العملية بشكل أو بآخر؟ الشخص الآخر بعد محمد بن سلمان والذي إذن هو الرئيس ترامب. عفوا هنالك مشكلة في الصوت. أنا أستمع إليك جيدا يا دكتورة، تفضلي كمل. إذن الشخص التالي بعد محمد بن سلمان الذي لكن علينا أن ندرك أن العلاقات الأمريكية President Trump sees Mohammed bin Salman and as does his son-in-law Kushner الرئيس ترامب وصهره جيرد كوشنر يعتبران محمد بن سلمان هو ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولذلك من غير الواضح ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس ترامب للمفارقة. كل الأمور تشير إذن قيام أردوغان بتسريب المعلومات وبشكل متقطع ربما يريد أن يبقي القصة قائمة. ابقي معي دكتورة، سأعود إليك بالتأكيد مرة أخرى. لكن مشاهدينا الكرام، في نفس السياق أكد مجلس الوزراء السعودي أن هناك توجيهات وأوامر ملكية لاستجلاء الحقيقة في حادث مقتل المواطن جمال خاشقجي ومحاسبة المقصر كائنا من كان. وأضاف مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الأوامر الملكية تعكس عزم المملكة على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين عن مقتل خاشقجي لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك. وقال مجلس الوزراء إن السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة وترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة وترسيخ أسسها. هكذا قال دكتور. يعني سنذهب إلى ما ذكره مجلس الوزراء السعودي في هذا السياق ثم نعود لاستكمال النقاش.
وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها، مؤكدا أن التوجهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك. ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. من جهته وصف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وصف مقتل خاشقجي بأنه خطأ مقيت ومؤسف ولا يمكن لأحد في المملكة أن يبرره. وأشار الفالح في تصريحات على هامش منتدى مستقبل الاستثمار الذي انطلق اليوم في الرياض، أشار إلى أن بلاده تشهد أياما صعبة وتمر بأزمة بسبب هذه القضية. هذه الأيام صعبة علينا في المملكة العربية السعودية، نحن نمر بأزمة ناجمة عن الحادث المؤسف والمقيت الذي حدث في تركيا. لا أحد في المملكة يمكنه أن يبرر ما حدث أو يقدم تفسيرا له. من جانب آخر، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم تعازيه لأسرة خاشقجي، وأكد في مكالمة هاتفية مع أفراد الأسرة اليوم أن بلاده ستتابع القضية عن كثب وأنه سيتم فعل كل شيء من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة. من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السعودية قالت إن الملك سلمان وولي عهده استقبل اليوم سهل ابن أحمد خاشقجي وصلاح ابن جمال خاشقجي وعبر لهما عن بالغ التعازي والمواساة في فقيدهما. وأضافت الوكالة أن سهل وصلاح خاشقجي عبر عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن هذه المواساة. إذن دكتور، المجلس الوزراء يقول سنحاسب كائنا من كان في هذه القضية، ولي العهد الملك يذهبان إلى أسرة خاشقجي، كيف ترى هذه الأمور؟ أعتقد ينبغي أن ندقق أو نتأمل لغة الخطاب، لأن لغة الخطاب جزء من بنية التفكير لمن خط أو صاغ أو وافق على هذا النص. وتستوقفني عبارتان، قال المقصرين المباشرين، ثم جاء في الخطاب التصحيح أو الإجراءات التصحيحية، وهذه نبرة أقل مما يتوقع الرأي العام، على أساس أن لا نتحدث الآن لا عن تحميل المسؤولية أو عن معاقبة أو عن محاكمة. إجراءات تصحيحية، الكلمة كلمة المقصر، بمعنى أن شخص كان من المفترض أن يقوم بواجب معين ولم يهتم إليه أو لم يؤديه ولم ينفذه بالشكل المفروض. فمسألة التقصير هذه تفتح الآن بوابة ربما تساعد على توجيه اللوم إلى أشخاص دون غيرهم. الإجراءات التصحيحية هذه ليست بالمنطق القانوني أو المنطق الجنائي أو منطق العقاب، بقدر ما هي إعادة النظر أو تقييم المسار، مسار الحكم وهذه الإجراءات. فهنا يبدو أن هناك شرخ وهو كبيرة بين كيف يقرأ البلاط السعودي طريقة التعامل مع هذه الفضيحة، وما يتوقعه الرأي العام العالمي من ضرورة ملاحقة كل من له علاقة بالقرار وبمنح الضوء أو بتوجيه الأوامر لتطبيق عملية القتل. فأعتقد هناك مستويين مختلفين بين قراءة الرياض وبقية العالم. دعوني مشاهدي الكرام أذهب مرة أخرى إلى ضيفتي من واشنطن لونج آيلاند تحديدا الدكتورة داليا فاهمي. دكتورة، يعني دعيني أسألك بشكل واضح وصريح، هل من الممكن أن تأتي لحظة يرفع فيها ترامب الحماية عن محمد بن سلمان إذا ثبت أنه تورط بشكل أو بآخر في مقتل خاشقجي
أم لا؟ كلا، فهو يريد يعتبر محمد بن سلمان كأصل وفائدة، ولا يمكن أن يتحول إلى مسؤولية إلا إذا كان هنالك. إذن ما فعله محمد بن سلمان هو القضاء على كل منافسيه، ولكن علينا أن ننظر إلى الأمور بشكل أوضح وعن بعد لنفهم لماذا مثل جمال تهديدا للنظام السعودي. أنا التقيت به مرات عدة وناقشنا، والتقيت به قبل أسبوعين، وكان المفروض أن ألتقي به قبل أسبوعين، ولكن للظرف المأساوي الذي حدث له لم نتمكن من اللقاء. إذا جمال خاشقجي هو شخص من داخل المنظومة، وفي مقالته الأخيرة التي نشرت أمس أو نشرت مؤخرا، قال أن الشعب العربي يرنو للحرية وللكرامة، لذلك من غير الواضح أن جمال لم يكن يريد لمحمد بن سلمان أن يذهب، بل يريد انفراج للشعب السعودي، واعتبر تهديدا لأنه كان يطالب بالإصلاحات بشكل تدريجي ولكن مستمر. لذلك هذا التركيز على إبدال محمد بن سلمان بشخص آخر لا يمكن أن يحدث إلا إذا وصلت الأمور إلى نقطة اللا رجعة واللا عودة. لذلك التعويل الآن على أن تتلاشى، أن يتلاشى التركيز على موضوع أو حادثة جمال خاشقجي، ولا أعتقد أن الأمور مواتية الآن لأن يعود الشرق الأوسط إلى الإصلاح مرة أخرى في الوقت الحالي. الدكتور داليا فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لونج آيلاند، كنت معي عبر سكايب من نيويورك، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور المسعري، تعتقد بعد خطاب أردوغان اليوم هل تنفس محمد بن سلمان الصعداء؟ يعني رأى أن الأمور لديه من الوقت ما يستطيع أن يلملم به هذه الإشكالية، أم على العكس ضاق الخناق عليه كما يقول البعض؟ الخناق ضاق عليه إلى آخر درجة، وأعتقد مقالة أستاذ العلوم السياسية كلام سياسي أكاديمي خيالي لا علاقة له بالواقع. الواقع الذي ينبغي أن يدرك أن التهمة لازمته لازمة لا من حالة، حتى سعود القحطاني الذي سرب الأتراك أنه أشرف بالسكايبي وتعبر الجزب بأي آلية كانت على العملية وشارك في وتلذذ بالتعذيب والآخره، من المحال الذي لا يعقل أن يكون بدون عور محمد بن سلمان. فمحمد بن سلمان متورط لا مهرب منه، إنما الإشكالية الآن أن أردوغان عمل عملية سياسية ضربت معلم، جعل الكرة في مرمى الملك سلمان وأظهر نفسه أمام العالم الإسلامي أنه حريص على الشعب السعودي وعلى الحرمين، فكان يقول الملك سلمان أنقذ مملكتك وأنقذ شعبك. يا دكتور في هذه النقطة، عفوا أن بقاطع حضرتك، لكن أنا استمعت لكثير من المعارضين السعوديين، هم يقولون أن الملك سلمان لا يحكم من الأساس، الحاكم الحقيقي للمملكة هو الأمير محمد بن سلمان. إذا كان كذلك فمحمد بن سلمان سيتحرك ويزيل أباه، والبديل هو أن ينتحر سياسيا أو ينتحر حسيا، هذا غير وارد بالنسبة لي شخصيتي وعقليتي. فعما قريب سنسمع عن إزاحة الملك سلمان وانتقاله رحمة الله بأزمة قلبية أو شيء من القبيل، ويصبح هذا الرجل ملكا، وحينئذ ستضطر الدولة العميقة في أمريكا أن تتحرك لتحريك رجلها محمد بن نايف، وكذلك بريطانيا والشيء العالمية سيتحركون لتحريك أحمد بن عبد العزيز، ستحصل المصادمة والانهيار. ليس هناك مهرب، الطريقة الوحيدة التي ممكن أن تنقذ هي هذه، أن يدرك سلمان أنه لازم أن يقدم يلقي البقية الباقية من ملك آل سعود لو اسميا، بأن يعتزل هو وابنه ويسلم الأمر لأحمد بن عبد العزيز. وأنا ضد الملكية الوراثية والدستورية أصلا أرفضها، لكن هذا هو الحل العقلاني الوحيد الموجود، ما سواه لا يوجد. أما قول عن ترامب وأنه يرى أنه هذا عنصر الاستقرار، فهي تنطلق من أن ترامب رئيس أمريكي مخلص، وإن كان أحمق وارتكب أخطاء لكنه في النهاية مخلص. في الحقيقة قد يكون مخلصا لأمريكا، لكن في الحقيقة في هذه العملية الرجل متورط وكوشنر متورط إلى أذنيه. ولعل محمد بن سلمان عندما اتصل بكوشنر وهدد وأرعد وأزود قال له لن أغرق إلا وتغرقون معي، شوفوا حل، شوفوا لي حل، لكن لا يوجد حل.
لا يوجد حد. نعم. وحتى أردوغان لا يستطيع أن يتكتم على هذه. الدولة العميقة في أمريكا تعرف ماذا حدث وتسند السكاكين لترامب وستقضي عليه بعد الانتخابات، لكن الحساسيات الانتخابية لا يريد أن يصعد الأمر إلى درجة لا عودة قبل الانتخابات. بعد الانتخابات ستأتي ليلة السكاكين الطويلة. الأمر انتهى، ارتحلت، تبقى خلاص ارتحلت، خرج القطار المحطة، لم يبقى إلا معالجة الآن المحطة الفارغة ماذا يعمل بها. القطار خرج انتهى، مستحيل. شكرا جزيلا. مستحيل، لا يوجد طريق آخر. الدكتور محمد المساري الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي المعارض السعودي، كنت معي عبر الهاتف من لندن، أشكرك شكرا جزيلا. ونذهب سريعا إلى اسطنبول، ومن هناك ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية سيد كمال أوستورك المدير العام لوكالة الأناضول السابق. سيد كمال، أرحب بك معنا وأسألك عن انطباعاتك الأولية عن خطاب أردوغان اليوم. لقد استمعت إلى كلمة أردوغان بشكل دقيق من بدايتها إلى نهايتها، وأريد أن أؤكد كان هناك موضوع يعني يثير فضول الجميع، ماذا ستفعل تركيا تجاه السعودية، لأن تركيا تملك علاقات قوية تجارية بين السعودية وتركيا، هل ستقوم تركيا بإخفاء هذه الجريمة عن العالم؟ لكن الخطاب الذي ألقاه أردوغان هو بمثابة أنه تركيا ليست دولة يتم شراؤها بالأموال، ولا يوجد أي قوة في العالم تمنع تركيا أو أن تجعل تركيا إخفاء هذا الأمر، وهذه الرسالة أفادها أردوغان بشكل واضح جدا. جريمة جمال خاشقجي في رأيي أن المرحلة الأولى من هذه الجريمة قد انتهت الآن، فالناحية الأمنية والجنائية قد انتهت الآن، فتم التعريف بالقائمين بهذه الجريمة والسعودية اعترفت بهذه الجريمة، وأيضا اعتقل 18 شخص الذين قاموا بالجريمة. هذا هي المرحلة الأولى المهمة جدا، وتركيا قامت بإعطاء كافة المعلومات وأثبتت أن المعلومات التي خرجت إعلامي كانت صحيحة. نتحدث عن مرحلة ثانية ستبدأ. هذه المرحلة في رأيي هي النقطة الأولى، من الذي أعطى الأوامر بالقيام بهذه الجريمة؟ النقطة الثانية، لماذا كذب المسؤولين السعوديين رغم علمهم بوجود هذه الجريمة في بداية الأحداث؟ النقطة الثالثة، لماذا لا نجد جثة السيد خاشقجي حتى الآن؟ أين هي؟ نعم. أردوغان سأل هذه الأسئلة. هو يعتبر من خلال هذه من هذا الخطاب يعتبر بدأ تلك المرحلة، فهو يضم المرحلة السياسية والأمنية. نحن نتكلم عن جريمة خاشقجي من ثلاث جوانب. المسألة الأولى من النواحي القوانين الدولية والأمور وأيضا الارتباطات السياسية الخاصة بالقضية. وأيضا تناول أردوغان موضوع مهم جدا في رأيي، وهو حيث أشار ما هي الارتباطات الأخرى الذين شاركوا في الجريمة. هو قال أنه لابد أن يعرف من، وإن لم يعطي اسما داخل الخطاب، لكن هو يقصد هنا يقصد أن الطائرات التي قدمت إلى تركيا ذهب واحدة منها ذهبت إلى دبي وذهبت إلى مصر. هو يريد هنا أن يقول أن مصر ودبي لها علاقة بهذه الجريمة. طيب اسمح لي سيد أوستورك، يعني في هذه النقطة تحديدا أنت تقول أنه يلمح لدول أخرى، هذا حقيقي ألمح، لكنه لم يأتي على ذكر مصر أو الإمارات
العربية المتحدة. هل هناك يعني ما يقال في الأوساط التركية أن لمصر أو للإمارات أي دور في ما يخص مقتل خاشقجي؟ Türkiye'deki güvenlik ekipleri buraya gelen uçakların bir kısmını الفرق الأمنية في تركيا هي من قالت أن طائرتين واحدة منهم ذهبت إلى مصر والأخرى إلى دبي. أردوغان كيف يقول أردوغان في هذا؟ يقول بالضبط أن هناك أصابع لدول أخرى في هذه الجريمة لابد أن نعرفها. هناك الآن 5 دول مشتبه فيها، هي السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل وأمريكا. هذه 5 دول مشتبه فيها مشاركة في الجريمة، فهناك في النهاية روابط بين هذه الدول خاصة بالجريمة. وهذا الادعاء ونحن تركيا تؤمن أن هذا الأمر سيخرج إلى الواقع وسنعرفه من خلال قضاء مستقل أو تحقيق مستقل. وتركيا عرضت على السعودية محاكمة 18 شخص في تركيا. إذا أنتم تريدوا فعلا أن يكون الأمر حقيقي، نحن كمستقلين كقضاء مستقل سنقوم بالحكم عليهم أو مقاضاتهم. تعرفون أن طبقا لاتفاقية فيينا لا يمكن تركيا أن تحاكمهم، لكن إذا أذنت السعودية بذلك يمكن تركيا أن تحاكمها. وقناعتي الشخصية لابد أن هذا سيتحول إلى تأسيس لجنة خاصة عبر الأمم المتحدة. وتركيا قدمت بعض العروض للأمم المتحدة كي تقوم بهذا الأمر. سيد أستورك، يعني هل لديك أي معلومات عن ما الذي تفعله مديرة CIA وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منذ الأمس في أنقرة؟ تعرفون أن من أهم عوامل إخراج أو معرفة تفاصيل جريمة خاشقجي هي الاستخبارات والجهات الأمنية التركية. يعني تركيا استطاعت أن تحل تفاصيل هذه الجريمة وخيوطها في وقت قليل، وهذه المعلومات هذه المعلومات سيتم تداولها مع CIA، لأن تركيا تملك أدلة قوية. هذه الأدلة سوف تمنع أي محاولة لإخفاء الجريمة من قبل السعودية. فهي موجودة الآن لتداول المعلومات التي في حوزة تركيا والتي لم ينقلها الإعلام حتى الآن. وعندما تعود هذه المسؤولة الأمريكية إلى أمريكا ستقوم بشرح هذه الأمور إلى ترامب بشكل طبيعي، وهذا أمر مهم جدا لدى في القضية. سيد كمال، البعض يرى أن أردوغان في النهاية يريد بشكل أو بآخر حتى لو لم يلمح أن يقضي على ولي العهد محمد بن سلمان، يريد أن يصل الأمر لمحمد بن سلمان ليس أقل من ذلك. هل هذا حقيقي من وجهة نظرك؟ خطاب أردوغان اليوم الإعلام الأمريكي والغربي تناولها بشكل ما، وأنا تابعت الإعلام الغربي بشكل قوي وأيضا تابعت الإعلام العربي رغم عدم علمي بالعربية، فسألت أصدقائي وقاموا فقالوا أن أردوغان لم يرمي الجريمة على محمد بن سلمان. لكن أريد أن أقول لا يكون لديكم أي شك أن تركيا حتى لو كان محمد بن سلمان حتى لو كان الملك بنفسه، فتركيا لن تسكت حتى تخرج المجرم الحقيقي ولن تقف عن هذا الأمر ولن تخفي أي معلومة عن هذه الجريمة.
خطاب اليوم أردوغان قال بشكل واضح، قال بشكل واضح من الذي قام بهذه الجريمة، من اللي أعطى الأمر في هذه الجريمة. هذا الأمر لا يمكن أن أردوغان لا يمكن أن يجرم أحد بدون قرار المحكمة، لأن تركيا هي دولة قانون، لا يمكنه أن يقول فلان هو المجرم وهو الذي أعطى الأمر. تركيا أظهرت أنها قامت بالتحقيق بشكل تفصيل وتقوم أيضا بنفس التصرف. أنتم اعترفتم بالجريمة، تقول للسعودية أنتم اعترفتم بالجريمة، قلتم بالقبض على واعتقلتم بالقائمين، وهؤلاء كلهم موظفين في الدولة. هل هؤلاء يتحركون من أنفسهم؟ من الذي أعطى الأمر لهؤلاء؟ وتركيا أصلا بدأت في الأمور القضائية كي تخرج من قام بهذا الأمر. تركيا تحقق مع هؤلاء، هؤلاء الآن في السعودية، فعلى السعودية أن تأذن لتركيا في ذلك، وتركيا من هنا ستستطيع أن تقوم بالأمر. أردوغان تحدث مع الملك السعودي في عبر الهاتف. أردوغان قال أنا أثق في الملك سلمان وعبر عن ذلك. ويقول أن الملك سلمان لا يعرف شيء عن هذه الجريمة. شكرا جزيلا وعفوا للمقاطعة. السيد كمال أوزتورك المدير العام السابق لوكالة الأناضول التركية، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول. أشكرك شكرا جزيلا دكتور. يعني تأخرنا عليك كثيرا، لكني كنت أرى انطباعاتك غير إيجابية عندما كان يتحدث الدكتور محمد المسعري على أن الأمر انتهى داخل المملكة العربية السعودية، وأن بقاء محمد بن سلمان كولي العهد أصبح أمرا شبه منعدم. لماذا؟ أعتقد أنه ينبغي أن نكون حذرين في تفسير وأحيانا حتى تأويل هذه الأحداث وهذه التطورات، وألا نقحم حمولتنا وآمالنا في سعودية نراها بشكل من رؤية المعارضة. فأنا أختلف نسبيا مع ما ذهب إليه الدكتور المسعري عندما قال إن الدولة العميقة في الولايات المتحدة سوف تتدخل. هذا ربما غير دقيق. لماذا؟ لأننا لاحظنا أن الدولة العميقة والحزب الجمهوري كان دائما من يدافع عن السعودية وعن العلاقات السعودية الأمريكية. لكن الآن في عهد ترامب وفي هذه المرحلة قبل أسبوعين من الانتخابات نلاحظ أن هناك انشطارية داخل واشنطن. المؤسسة السياسية والدولة العميقة ليست بالضرورة مع ترامب. الكونغرس حتى الحزب الجمهوري يريد أن يصحح العلاقات السعودية. فلذلك قضية الدولة العميقة ربما هذا يعني احتمال غير. لكن أنت تستبعد فكرة أن الحصيلة في النهاية ستأتي إلى محمد بن سلمان نفسه، سيبعد عن ولاية العهد بشكل أو بآخر، تستبعد ذلك؟ هذا يتوقف لأنه لا يمكن فقط أن نحاكمه سياسيا. قبل ذلك ينبغي أن نتمهل قليلا، لأن هناك معركة قانونية. عندما أسمع أردوغان يصر على محاكمة الأشخاص 18 والإيتيان بهم من السعودية إلى إسطنبول، هذا ليس بالأمر الهين. لذلك أعتقد أن مآل المعركة السياسية والشد والجذب بين الرياض وأنقرة هو ما يحدد هل سيدفع الأتراك بأصابع الاتهام كما فعل ترامب عندما قال في مقابلته مع نيويورك تايمز أنه شبه مؤكد، أو كما قالت ماجي هابرمان أنه كاد أن يقول أن محمد بن سلمان يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي. فأعتقد أن قراءة مستقبل محمد بن سلمان، وهل يبقى، هل ينحى، هل يتم عزله، هل يختفي عن الأنظار مؤقتا، راهنا أيضا بنتيجة هذا المسار القانوني. سؤالي الأخير حول التوقعات، الخطوات القادمة لأطراف هذه الأزمة، ماذا ستكون من وجهة نظرك؟ أعتقد الآن أن الكرة في الملعب السعودي، وأعتقد أن الرأي العام الآن وخاصة بعد خطاب أردوغان كل العالم ينتظر ماذا سيفعله الملك سلمان. سؤال، هل يستطيع الملك سلمان في هذه المرحلة أن يتخذ قرار تصحيحي؟ هل يستطيع أن يضحي بابنه؟ أم أنه ربما مرغم على ما يفعل؟ بمعنى أن الدولة العميقة التي استطاع أن يؤسسها محمد سلمان خلال السنوات الثلاث الماضية ربما هي أقوى بكثير من أن يحركها أو ينقلب عليها الملك سلمان. فهناك معركة الأجنحة داخل البلاط السعودي، وهي ما ستحدد هل، وأعتقد أن
الكلمة التي أو التصريح الذي أتى من مجلس الوزراء مجلس الوزراء هذا يعني عندما نتحدث عن المقصرين وعندما نتحدث عن الحركة أو الإجراءات التصحيحية هذا أعتقد نوع من أن المد والجزر لا زال لم يستقر على منحدر معين سواء لصالح أو ضد محمد بن سلمان. الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون والمحلل بمركز الجزيرة للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة فيما يخص تطورات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، لكن بعد فاصل قصير مع زميلي سالم المحروقي، يبقوا معنا.